في فقرتنا فقرة يا هلا. أمراض كثيرة مشاهدينا لم نكن نسمع عنها من قبل، إما لأنها أمراض يرجع أسبابها للتقدم العلمي وما نتج عنه من اكتشاف لأمراض كان يصعب التعرف عليها من قبل، أو أمراض تسببت فيها المعيشة والتغير في نمط الحياة اليومي للإنسان حاليا. نعم، يمكن أميرة من بين هذه الأمراض اللي تكلمنا عنها في بداية الحلقة التهاب الأعصاب الطرفية، اللي أكيد رح نتعرف على مزيد منها، أسبابها، مسبباتها، أعراضها، وأيضا كيفية العلاج أو حتى الوقاية من قبل ما نوصل لمرحلة العلاج. مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حمزة السيوف، وهو استشاري الأعصاب ودماغ الأطفال. حياك الله ويانا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية يعني دكتور، يمكن حتى في قبل ما نطلع على هو كنا نتناقش أنا وأميرة عن مسألة الأعصاب الطرفية، شو هي هذه الأعصاب الطرفية وين أيضا أماكن تواجدها في جسم الإنسان؟ طبعا تقسم الأعصاب إلى قسمين، الأعصاب المركزية واللي مقصود فيها الأعصاب اللي موجودة داخل الدماغ، مثل أعصاب العين، أعصاب الشم، الأعصاب اللي تتحكم في حركة الوجه، والأعصاب الطرفية اللي هي الأعصاب اللي تتحكم بحركة الإيدين والإجرين والإحساس بباقي الجسم، يعني بأطراف الجسم مثل ما قلت. تخمينك كان صحيح. يسموها أحيانا حرفيا بالأعصاب المحيطية. نعم. Peripheral nerves. نعم. إذا الأعصاب الطرفية هي المختصة بتحريك أطراف الجسم. بالضبط، الإيدين والإجرين. نعم. إنزين، هذا المرض هل ممكن يصيب فئة معينة من الناس؟ منهم الأشخاص اللي هم أكثر عرضة للإصابة به، وخلنا نقول شو أسبابه أصلا؟ حقيقة سؤالك كثير جوهري، يعني أنا تقسم هاي الأمراض لعدة أقسام حسب العمر وحسب نوعية الاعتلال اللي يصيب العصب. العصب هو عادة عبارة عن أنبوب، هذا الأنبوب عليه غلاف يلفوا بغلاف. نعم. فمن أهم التقسيمات بالأمراض اللي تصيب الاعتلالات الأعصاب الطرفية إنه هل هو الإصابة هي بالغلاف أو هو بنفس العصب نفسه داخل. هذا عادة بالناس البالغين أو بالسموهم الأدلت. نعم. من أهم الأسباب الشائعة جدا جدا بلدنا اللي هي هنا اللي هو السكري. نعم. طبعا أنا كطبيب أعصاب دماغ أطفال، أنا لما يجينا طفل ما أفكر طبعا بالسكري، لأنه عادة الأطفال ما يكون عندهم السكري مر عليها الوقت الطويل بحيث تظهر عنده الأعراض. نعم. نفكر في حالتين، يعني حتى الأطفال قد يصابوا بهذا المرض. طبعا. نعم. نلجأ لتقسيم ثاني اللي هو التقسيم اللي هو الحاد، هل الاعتلال ظهر بشكل مفاجئ؟ نعم. يعني الطفل كان طبيعي، كان يمشي أمور كويسة، فجأة بلش يشعر بألام بأصابعه. نعم. وجع بإجريه، وبعدين بطل يقدر يمشي، وبعدين صار عنده شلل مفاجئ، هذا اللي بنسموه أكيوت النيوروبيك اللي هو الحاد. نعم. طبعا هاي من الأخطر أنواع اللي لازم الأطباء الأطفال خاصة لأنهم هم الواجهة الأولى للتعامل مع الأطفال ينتبهوا لها. ليه؟ لأنه هذا قد يؤدي في خلال 24 إلى 48 ساعة من انقطاع النفس عند المريض، ويدخل في حالة يعني عدم القدرة على التنفس. نعم. إذن هو خطر جدا على الأطفال. نعم، اللي يسموه متلازمة جي بي اس. نعم. جيليان باري سيندروم. نعم. نعم. طبعا هاي بالنسبة لك طبيب أعصاب الدماغ أكثر شيء أشوفه بالأطفال. وفي عندنا النوع الثاني نفكر فيه بالأطفال اللي هو الأمراض العصبية المزمنة أو الوراثية، ومنها طبعا هو المرض المشهور جدا اللي يسموه مرض تشاركوت ماري توث ديزيز. هو اسمه تشاركوت ماري توث ديزيز. نعم. يكون عنده عادة للأسف، يعني قبل يومين شفت طبيب مريض عندي بالعيادة، الغلاف للعصب يتأثر وهو مزمن، ومع الوقت بتسوء الحالة ويظهر عندك أعراض حسية وحركية، عدم قدرة على المشي. نعم. ومشي بطريقة ستيبين جيت، إنه ما يخبر فأجري يخبطها خبط على الأرض. نعم. ويكون عنده كمان ألم في إجريه. نعم. ومع الوقت بتسوء الحالة. للأسف هاي ما لها علاجات إلا هو علاج اللي هو العلاج سبورتيف، إنه بس نساعدهم على الأشياء. نعم. الثانية. يعني دكتور، مثل هذا المرض اللي تفضلت بذكره وارتباط أيضا بواحد من الأمراض الرئيسية يمكن تكون شائع اللي هو السكر. نعم. اللي يكون عادة في الإنسان يتطور بين فترة أو أخرى، هل أيضا هذا الارتباط يعني في الالتهاب للأعصاب الطرفية يكون متطور، ولا هي كحالة مفاجأة تأتي لهذا الإنسان، ولا هو يتطور يكون يعني بداية خفيف ويتدرج إلى أن يصبح هذا؟ طبعا هو طبعا الكرونيك الالتهاب الأعصاب الطرفية المزمنة وخاصة في السكري يسوء مع الوقت،
ومن أهم العوامل تؤدي إلى الإساءة هو قديش مقدار تحكمك بالسكري. نعم. فإذا ما كان السكر متحكم فيه فمع الوقت تلاحظ أنه يظهر عنده تنميل بالإجرين، عدم قدرة على لمس الإجرين، يكون فيهم زي الوخز زي الأبر زي النار. إذا ما تعالج وإدارك أنه نظم السكر عنده وعالج هالمشكلة هاي قد تتطور لدرجة أنه يصبح عندك عدم القدرة بالإحساس بالإجرين تماما. نعم. وهذا من أخطر الأشياء اللي قد تحدث. ليه؟ لأنه المريض بهذيك الحالة يصير يتعرض لضربات وكدمات قد تؤذي إجريه هو ما يعلم فيه ما يحس بها. نعم. صح. وأطفال وأمراض السكري ومرضى السكري بالذات هم عرضة أصلا للالتهابات. صحيح. فأي ضربة قد تؤدي إلى التهاب قد تؤدي إلى فقدان العضو. نعم. إنزين دكتور، يعني نبغي بشكل خلينا نقول مختصر أعراض مثل هذا المرض سواء على الأطفال أو حتى على البالغين، كيف أنا أعرف أن بدأ هذا المرض يظهر على الإنسان؟ شوف الأعصاب الطرفية تعمل شغلتين. نعم. الإحساس. نعم. تنقل لك الإحساس. نعم. وفي عندك الأعصاب حركية الحركة. فسهل جدا، إذا عندي المشكلة بالأعصاب الحسية يصير عندك تنميل. نعم. واخذ إبر تشعر انه كانه حرق نار باجريك احيانا لدرجه انه ما بالاطراف تبلش عاده من الاطراف السفلية. من بعيد السفلى وتطلع فوق. نعم. وبعدين احيانا لدرجه انه ما تقدر تحط تلبس الشرابات تبعتك، عدم قدره على لمسها. نعم. يصير عدم القدره على بيقول لك دائما مصطلح مستخدم عندنا والله زي حرق النار باجريه. نعم. هذه من اهم الاعراض اذا كان حسيه. اذا كان حركيه بتلاحظ انه عدم القدره على المشي، ضعف في الاجرين، عدم المشي بطريقه متزنه، عدم المشي بطريقه مستقيمه، وبعدين بتصير الحاله بتسوء مع الوقت اذا كان في المزمنه. نعم. وعاده هم يكون اثنين مع بعض، حسي مع حركي. نعم. نحن دكتور عمار شوي نخوف المشاهدين بصوره كبيره، لكن اذا نتكلم ايضا عن العلاجات في ظل التطور ايضا يشهد القطاع الطبي، هل هناك ايضا علاجات حديثه تم ادخالها في هذا المجال تقلل من هذه الاعراض الالتهابات او حتى تحد منها بتاتا؟ والله يا محمد الوقايه خير من العلاج. لحد الان البرنسب الاساسي انه لازم تتحكم بالسكري عندك. نعم. خلينا نتكلم عن مرض السكري هو أهم سبب للحالات هاي عندنا. لازم تتحكم بالسكري عندك ولازم تتحكم بمنسوب السكري عندك ويكون التحكم فيه يعني بشكل مقبول، لأنه هذا هو أكثر عامل وأهم عامل يقلل من التهاب الأعصاب الطرفية. نعم. الآن وصار عندي الألم، السكر مش قادرين نتحكم فيه، الحالة بلشت سوء، طبعا لازم أننا نساعد المريض في حالة أنه يوقف الألم هاي، لأنه الألم قد تصل لمرحلة أنه لا تطاق ولا يقدر يعيش منها، ما يقدر يوقف. فعادة المسكنات العادية زي الأدول الأيبروفين لا تجدي نفع. فعندك الأدوية اللي تستخدم لألام الأعصاب. نعم. اللي هي مثل مرض أدوية ليريكا، تيغراتول، نيرونتين، فينيتوين، يعني أمراض عادة تكون عم تستخدم الأدوية تستخدم للصرع. نعم. أو تستخدم للأمراض العصبية. نعم. ولازم أؤكد أنا الأدوية يعني فقط مسكنات لهذا المرض. نعم. لا يوجد علاج أن العلاج هو لازم هو عادة مسكنات بس قد تسكن لدرجة أن تختفي الأعراض. نعم. ونأكد على الأساس أنه لازم تتحكم بالسبب اللي عمل مشكلة الأعصاب الطرفية. نعم. هذه أهم شيء يعني للأسف الشديد. ويعني مسألة حتى يعني دكتور الإهمال من قبل المرضى في أخذ مثل هذه المواضيع بجدية وأخذ أيضا العلاج اللازم من المختص ومدى أهميتها أيضا هذه دكتور. والله يا محمد يعني أصبح بالحياة الحديثة الآن ان موضوع انك تنتبه لصحتك هو شغله اجباريه والزاميه زي ما انت مهتم بعائلتك. نعم. يعني اذا انت بدك وزنك يكون زائد وما تهتم للسكر تبعك ولا تهتم للضغط تبعك فانت يعني حقيقه تهدد الحياه. نعم. حياتك بنفسك. فدائما بنشدد خير من العلاج. نعم. نعم. فدائما بنشدد على الاهل انه لازم تقتطع وقت من حياتك تعمل هذا انا عشان تكيب ماي سيلف هيلثي اني اخلي نفسي صحي. يعني لازم تلعب رياضه. نعم. لازم يعني هذا ضروري اقلها يقول لك دكتور انا ما اقدر العب رياضه. نعم. ركب يوجعوني امشي يا اخي خفف. نعم. الاكل. صحيح. يعني ما في داعي انك تاكل بشراهه نظم مشي خفيف بالضبط نظم. نعم. طبيعه اكلك وبعدين. نعم. الحمد لله احنا هون بالامارات كل الاشياء منتشره عندنا. نعم. اخصائيين تغذيه منتشرين. نعم. اخصائيين تدريب مختصين منتشرين. الله. الاطباء بشكل. نعم. عام منتشرين فهو يبقى مين
المريض هو الأساس أكيد. طبعاً دكتور الأدوية اللي قلتها طبعاً لازم تكون بوصفة طبية من الطبيب المختص. طبعاً. نعم. طبعاً. طبعاً وهي أدوية آمنة بشكل عام ونقدر نستخدمها لسنين طويلة. نعم. بس يفضل دائماً وأبداً تكون تحت إشراف طبيب. نعم. نعم. إذا بنختم معك اللقاء دكتور بنصيحة مباشرة للمشاهد. والله أكثر نصيحة أقدر أقولها للمشاهدين الرجاء الحار إنه المحافظة على والابتعاد عن الوزن الزائد. نعم. الاهتمام بالرياضة. نعم. طبعا هذا حيقلل كثير من مصائب الأمراض بجميع أشكالها. الابتعاد عن التدخين والابتعاد عن الكحول ونعيش حياة هيلتي طبيعية صحية قدر المستطاع. نعم. كل الشكر لك دكتور حمزة سيوف استشاري أعصاب على استشار أعصاب ودماغ أطفال. طبعا شكرا لك على هذه المعلومات القيمة بصراحة عن هذا المرض ونتمنى طبعا السلامة الدائمة لكل مشاهدينا. الله يكرمك.